الاهلي في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. اتفضل. اول رقم يعني 8 ارقام مميزه تبين ان الراجل اللي صارت ده في دور المجموعات عامل شغل. ايه الثمان ارقام اللي تخوف؟ عايز يعني اللي تخوف ان شاء الله باقي الفرق. اول رقم معانا النادي الاهلي تاني اقوى خط هجوم، انا بتكلم تحديدا على دور المجموعات بس الارقام دي، تاني اقوى خط هجوم في دور المجموعات النادي الاهلي جايب كام جون؟ 11 جون في المجموعات، في ال 16 فريق. ايوه الاهلي جايب 11 جون، مازيمبي جايب 13. ده اول رقم، مازيمبي اقوى خط هجوم، مازيمبي 13 يليه النادي الاهلي 11 هدف. دي اول حاجه. تاني حاجه النادي الاهلي تاني اقوى خط دفاع في البطوله كلها، استقبل 3 اهداف بس في دور المجموعات بعد الترجي. الترجي اقوى خط دفاع استقبل هدفين، ده تاني رقم مميز للنادي الاهلي. تالت رقم مميز للنادي الاهلي تاني اكتر فريق في البطوله صنع فرص، يعني ده دليل ان الفرقه عامله شغل محترم، ان الفريق اللي بيوصل للجون ده دور مدرب على طول بيوصل بيصنع فرص بشكل كبير، عامل 17 فرصه. طب مين اكتر فريق عامل فرص؟ مازيمبي عامل 18 يليه النادي الاهلي عامل 17. ده تالت رقم مميز. النادي الاهلي بقى الارقام التوب فيها اكتر فريق استحوذ على الكوره 57% في كل المباريات، يعني الرينج بتاعه 57%. الرقم الخامس المميز للنادي الاهلي ان هو اكتر فريق عامل تمريرات صحيحه في المباراه الواحده، وصل ل 445 تمريره صحيحه في الماتش الواحد. ده دليل ان النادي الاهلي اكتر فريق في البطوله بيلعب بسياسه الاستحواذ، البوزيشن جيم، اكتر فريق بيستحوذ، اكتر فريق بيعمل تمريرات في البطوله كلها. الرقم السادس المميز للنادي الاهلي ان هو ثالث اكتر فريق عامل مراوغات ناجحه، عامل كام؟ عامل 9 كل 90 دقيقه بعد شباب قسطنطينة وبعد فيتا كلوب. فيتا كلوب في معدل المراوغات الناجحه، يعني معدل الناس اللي بتفوت في واحد على واحد. ايوه ده الرقم المميز. رقم 6. رقم 7 الرقم المميز للنادي الاهلي ثالث اكتر فريق حافظ على نظافه شباكه في البطوله، 3 ماتشات بعد مازيمبي والترجي حافظوا على نظافه شباكهم 4 ماتشات. الرقم المميز الثامن للنادي الاهلي ان هو ثالث، لا ده مش مميز بقى، يعني ثالث اكتر فريق ضيع فرص، يعني النادي الاهلي راح على الجون عمل فرص كتير، يعني هو ثاني اكتر فريق صانع فرص بعد مازيمبي عامل 17 فرصه، ثالث اكتر فريق برضه النادي الاهلي ضيع فرص بعد حريه والوداد. حريه الغيني مضيع 12 فرصه، الوداد مضيع 12، الاهلي مضيع 9. فدي يمكن 8 ارقام بيلخصوا، نقولهم مره ثانيه. النادي الاهلي رقم 1 ثاني اقوى خط هجوم في البطوله جايب 11 هدف بعد مازيمبي 13، ده اول رقم. الرقم الثاني النادي الاهلي ثاني اقوى خط دفاع، استقبل 3 اهداف بس بعد الترجي استقبل هدفين. الرقم الثالث المميز للنادي الاهلي ثاني اكتر فريق صنع فرص 17 فرصة بعد مازيمبي اللي عامل 18 فرصة. الرقم الرابع ان النادي الاهلي دايما بنقول ان هو الاستحواذ بيستخدم البوزيشن جيم، اكتر فريق استحوذ على الكورة في البطولة كلها 57%. النادي الاهلي اكتر فريق عامل تمريرات صحيحة 445 تمريرة في المباراة الواحدة. الرقم السادس ان هو ثالث اكتر فريق في البطولة عامل مراوغات ناجحة. الرقم السابع ان هو ثالث اكتر فريق حافظ على نظافة شباكه 3 مباريات بعد مازيمبي والترجي 4 مباريات. الرقم الثامن ان هو ثالث اكتر فريق اهدر فرص محققه 9 فرص بعد حريه والوداد. ده يمكن 8 ارقام مميزه جدا او يعتبر بيبينه، ويعني بيبينه ان النادي الاهلي قدم اداء قوي جدا في دور المجموعات. على فكره تعتبر مجموعتنا مجموعه يعني انا شايفها اقوى مجموعه في البطوله. يعني لما سيمبا يصعد فجاه والناس كلها كانت متوقعه فيتا او حتى شباب الثوره، انا شايف وجهه نظري ان مجموعتنا كانت اقوى مجموعه في البطوله، يعني الدليل ان هي 10 9 8 7 لا المجموعه لغايه اخر ثانيه ما كنتش عارف مين اللي هيصعد. باقي المجاميع كان اغلبها يعني مازيمبي كان صاعد، شباب قسطنطينه كان صاعد، الترجي كان صاعد، كانت المنافسه على المركز الثاني. فالنادي الاهلي فعلا كان واقع في اقوى مجموعه. طبعا احنا هنقابل يا اما حريه يا اما شبيبه، يا اما شباب قسطنطينه يا اما سان داونز. الثلاث فرق طبعا اقوياء جدا هنتكلم عنهم لما تيجي القرعه، ولكن اتمنى نبعد عن سان داونز اكيد، لان سان داونز الفرقه هي المتمرسه في افريقيا، فريق بيتطور، فريق يعني ماشي بشكل كويس قوي. تمام. خليني برضو اقول لحضراتكم سريعا جدا، خلينا في الاخر دي نتكلم فيها برضو يا دكتور احمد. عايز اتكلم معاك عن ارقام محمد الشناوي النهارده، لان ناس كثيره في الاول كانت يعني بتقول كذا وكذا وكذا، ولكن عايزين برضو نتكلم عن